حدث لصحفي قناة الجزيرة محمود حسين. أنا صحفي وبالتأكيد هنحاز لحرية الصحافة، وحتى ننحاز لحرية الصحافة لمن يختلفون معنا. يعني ممكن تلاقي في حد في وسيلة إعلامية، وسيلة في صحيفة وبتختلف معاه، لكنك تدافع عن حقه وعن حريته حتى لو هتدفع ثمنا من أجل ذلك. حتى احنا كنا في صحف احيانا تتبادل المعارك مع بعضها البعض، صحف تؤيد النظام ده قبل الثورة، وصحف كانت بتعارض النظام، فكنا بندخل مع بعض في صدمات وخناقات. لكن لو في صحفي يمكن ان يتعرض لأي مأزق، ليه مأزق؟ على اعتبار انه بيقول كلمته، او مأزق يتعلق بمهنة الكلمة بقلمه بما يكتبه، هنا هتلاقي الجميع يتضامن معه ويقف الى جواره. لكن تعالوا بقى نشوف الموضوع بموضوعية شديدة. قناة الجزيرة كنا جميعا نتابعها، وفي وقت من الأوقات لا كانت متنفسا للكثيرين، على اعتبار انك بدأت تشوف كل الأصوات المعارضة في كل العالم، بدأت تشوف رسائل يمكن انك تشاهدها من هنا وهناك. تدريجيا بدأت تكتشف ان القناة بيتم توجيهها وفقا لسياسات معينة، ما فيش مشكلة. لما حصلت لنا في مصر تحديدا مشكلة تتعلق باختطاف مصر، بقى ما كانتش مشكلة او ازمة او وجهة نظر، لا ده هنا ما يتعلق ب 30/6 كان ثورة من اجل استعادة مصر. فظهر انحياز جماعة الاخوان قبلها وبعدها، قبلها واثناءها وخلال حكم الاخوان، وقبل 30/6 واثناء 30/6 وبعد 30/6 ظهر الانحياز الواضح. مش كده وبس، كمان أصبح، شوف، كل عامل في مهنة الكلمة أصبح يدرك جيدا أن قناة الجزيرة تدار من خلال التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. وبالتالي هنا هل احنا أمام وسيلة إعلامية؟ يعني أنا يمكن أن أنا أقف إلى جوار صحفي الجزيرة من هنا للصبح، لو ما يتعرض له يتعلق بحرية الصحافة أو بمهنة الكلمة، لكن إنه أداة من أدوات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بتستخدم بشكل واضح. يعني مش ممكن تقول إن قناة الجزيرة الآن هي وسيلة إعلامية، لا، هي أداة من أدوات التنظيم الدولي للإخوان ومن أدوات مجموعة من الجماعات الفاشية، يعني منها بقى جبهة النصرة اللي هي سياسات قطر اللي بتنفذ هذه التوجيهات. طيب لما تبقى في مشكلة متعلقة بحرية الرأي، لا، هنقف إلى جانب أي صحفي حتى لو بيشتغل فين، لأنه دفع ثمنا بسبب رأيه أو بسبب موقفه أو بسبب كلمته. إنما لما يتعلق الأمر بتنظيم دولي لجماعة الإخوان، قناة أصبح واضحا للجميع أنها تدار بهذا التنظيم، حتى العاملين بداخلها يعني بعضهم لا ينكر ذلك، البعض طبعا آخر بينكر ذلك بوضوح. دي اعترافات محمود حسين في وسط المضبوطات داخل شقته. احنا هنا في بيت جوز أختي هاني عبد السلام في شبرمنت، والمعدات دي كانت تابعة لشبكة قناة الجزيرة ومكتب القاهرة، وبعد ما المكتب تعرض للحريق تم إنقاذ الأجزاء دي المعدات دي، ومدير المكتب طلب مني إن أنا أخدها على سبيل الأمانة. المعدات دي عبارة عن شنطة إضاءة فيها أكبر مجموعة سبوتات إضاءة، وفي حاجتين أو ثلاث حاجات خاصة بيه، المونتاج، مكسر صوت وبلاير، وفي حوامل كاميرات وكابلات ومجموعه كاميرات. الحاجات دي من سنه 2014 وهي موجوده مكانها، ما استخدمتش نهائيا، معظمها طبعا كان محتاج صيانه، وفي منها متكسر وفي منها بيعمل. ودي شاشه
مونتاج شاشة كمبيوتر مونتاج، كانت بتستخدم في المونتاج وبرضه جت معاها هنا. وده بلاير بنحط فيه شرايط عشان لما يتم تشغيلها. هي موجودة هنا في البيت من ساعة ما أنا استلمتها منهم، على سبيل الأمانة باعتبار إن أنا كنت الموظف الوحيد الموجود في القاهرة في هذا الوقت. جبتها ليه؟ مخبيها ليه؟ أنا شايفها على سبيل الأمانة، مش مستخبية، هما موجودة. انت حاططها تحت السرير عشان ايه؟ لا انا مديها يعني سايبها لجوزك، قلت له خلي الحاجه دي عندك عشان ما تعملش زحمه عندي، هو عنده مكان اوسع من مكاني. ما حطيتهاش ليه في بيتك؟ ما عنديش مكان واسع في البيت بس مش اكتر.